يفدون إلى هنا علهم يجدون بصيص أمل في حياة خالية من الأوجاع. إنهم المرضى من أبناء مديرية عسيلان الذين يصل منه العشرات يوميا إلى هذا المستشفى الوحيد في المديرية، ولكن الكثير منهم يرجع بخيبة أمل نظرا لنقص في الكادر الصحي والأجهزة الضرورية، غير أن إدارة المستشفى لا زالت صامدة في وجه الصعوبات آملة أن يأتي بعد اشتداد الظلام النور المنتظر. أبرز المعوقات، أول معوقة هو الكادر الطبي. الكادر الطبي طبعا شبه صفر، سواء كان الوسطي أو حتى الكادر النسائي، فبالتالي نحن اعتمدنا على متعاقدين برواتب يعني سخية أو بسيطة، قدموا لنا خدمة ولا زال المستشفى يقدم خدمة إلى الآن، بالإضافة إلى حاجتنا إلى الأجهزة وتأثيث العمليات الكبرى بأجهزة حديثة. يقف هذا المستشفى بحاجة ماسة إلى الدعم العاجل، حيث أزداد الإقبال عليه مؤخرا نظرا لانتشار الأوبئة والحالات المصابة من مخلفات الحرب الميليشياوية على المديرية. مستشفى عسيلان قد أصل رسالته منذ 3 سنوات، وهو يقدم يعني يشتغل ليلا نهار مجانيا. لا توجد هناك مستشفيات ميدانية على ما يزعمون في الألوية أو في المقاومة، فقط هذا هو المستشفى الميداني. استقبل أكثر من 1300 جريح بالإضافة إلى الشهداء وما إلى ذلك، وتمت معالجتهم مجاني. نامل من الأخوة المعنيين والجهات المختصة أن تلفت أو تأخذ مستشفى عسيلان بعين الاعتبار، حيث أنه مستشفى يعتبر محوري وقدم الكثير ولا زال يقدم الكثير. على الرغم من معالجة مستشفى عسيلان لجرح الجيش والمقاومة والنازحين مجانا، إبان عدوان ميليشيا الحوثي على المديرية، إلا أن ذلك لم يشفع له ليبقى الآن مرميا في سلة المهملات. حسن البرك لقناة سهيل من محافظة شبوة.